اسعار اللحوم يا فندم ارتفعت وصلت 110 في المدينه. اسعار اللحوم هنعمل ايه الفتره اللي جايه دي؟ يعني اسعار اللحوم انا بضم صوت الزوت الحامله اللي شغاله حاليا ان بلاها لحمه، ودي طبعا احنا هنا يمكن عندنا الخرفان والبديان ومعظم الاهالي هنا عايشين على دي هذا النوع من انواع اللحوم. المزرعه تزميل المشاية اللي موجوده عندنا دي احنا صدقنا من السيد وزير التخطيط على عمل مجزر بتكلف 12 مليون جنيه نص آلي، تكلف 12 مليون جنيه ونصفة مع التعاون الدولي 6 مليون تخطيط 6 مليون تعاون الدولي، يبقى عندنا المزرعة بتاعتنا عندنا المجزر بتاعنا. في هذه الحالة نقدر نستخدم اللحمة بتاعتنا بدل ما تيجي من القاهرة وبتيجي من خارج المحافظة، بتتكلف نقل وبتتكلف بتيجي غالية هنا في المحافظة، إنما هو الاعتماد الحالي على الدواجن وعلى الأغنام. إنما إن شاء الله في القريب العاجل هيبقى عندنا الثروة الحيوانية بتاعتنا وهيبقى عندنا 3000 رسالة جنين حاليا في محافظة الجيزة الأردنية الدكتور جزارين تعاونين بقى هنا احنا بنعتمد عليهم اللحوم اللي هي بتاعت الكبريات، وبدأنا قطن مسلحة بالمتينة وجايين بكرة وهنبيع بكرة ب 60 جنيه، وبنطالب الشباب والشعب كله يتكاتف عشان يعني ضد جشع التجار وجشع المرابين. كل شهر يختلف عن الشهر الثاني يختلف ايه؟ شفتك يا وده بداية الخير إن شاء الله للمدينة.